عاجل، مصر بتفتح النار في بيان شديد اللهجة على ألمانيا، ننشر التفاصيل. وبيان عاجل من الحكومة المصرية، تعطيل المدارس وتحذيرات من الخروج للشوارع إلا للضرورة القصوى. وللأسف ننشر التفاصيل، إصابة ضابط شرطة وشخص آخر بسبب اقتحام سيارة كمين شرطة بوسط الإسكندرية. وعاجل، حقيقة تلاعب البنوك بأسعار الفائدة، ننشر التفاصيل. وعاجل، ننشر تفاصيل انهيار الليرة التركية أمام الجنيه المصري، وكيف ستستفيد مصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط ايضا على زرار اعجبني او اللايك عشان توصلك الفيديوهات والاخبار اولا باول. عاوزين نوصل لي 2000 اعجبني او لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدا في الاخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمه تحيا مصر. عاوزين نوصل اكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدا مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. ومصر في بيان عاجل وشديد اللهجه تفتح نار على ألمانيا. ووزارة الخارجية المصرية طلعت في بيان واستنكرت في تصريحات الخارجية الألمانية حول جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية المصرية. الخارجية المصرية طلعت في بيان ليها وقالت إنها بترفض التصريح الصادر من الخارجية الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، وقالت ان الاسلوب ده اللي بينطوي على تجاوزات غير مقبولة تعتبر تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويصادر على مسار قضائي دون تقديم اي دليل او سند موضوعي. وتابعت وقالت الخارجية المصرية، قالت انها مستغربة من طلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وبتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على احكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير. أشارت إلى أنها تؤكد مجددا رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا لما يمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة ولمبادئ سيادة القانون وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات. والخارجية المصرية وجهت نصيحة لألمانيا وقالت انه يعني من المفترض ان تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلا من فرض الوصاية على الغير. والخارجية الألمانية كانت طلعت في مساء الجمعة الماضية في تغريدة على تويتر وقالت ان الحكم القادم النطق به في 20 ديسمبر الحالي بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية إشارة للاتجاه الذي تتطور فيه حالة حقوق الإنسان في مصر. وقالت إن الحكومة الألمانية تتوقع أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة، وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم، مشددة على أنه لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني. وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام. المصدر معانا كان من RT، وهذه كانت تغريدة الخارجية الألمانية، وهذا كان رد الحكومة المصرية على الحكومة الألمانية، يعني ملخص هذا البيان عدم فرض الوصاية على الغير، ومن الأفضل أنها تلتفت للتحديات الداخلية للحكومة الألمانية. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل تعطيل المدارس وتحذيرات من الخروج للشوارع إلا للضرورة القصوى. وهيئة الأرصاد الجوية المصرية طلعت في بيان وقالت أن البلاد هتتعرض لانخفاضات في درجات الحرارة وتقلبات قوية خلال 48 ساعة القادمة، وخصوصا في فترة الصباح والليل، بالإضافة لنشاط الرياح المثير للأتربة وفرص سقوط الأمطار. والهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت المواطنين من السير في الطرق العامة المكشوفة خلال يوم الاثنين، كون إن الرؤية هتقل بسبب الرياح المثيرة للأتربة. اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية أعلن تعطيل الدراسة يوم الأحد اللي هو أمس والاثنين الموافقين 19 و20 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمون.
بنطاق المحافظة، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية. المحافظ أصدر تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية يوم الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظا على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب، ويستثنى من ذلك قيادات وأطقم العمل ووفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية. كما قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة طلاب ومعلمين في جميع المدارس نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم على محافظة مطروح والسواحل الشمالية. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز. طبعا يعني احنا بنشهد الآن نزول تلج على محافظة الإسكندرية، وفي صور اتنشرت كتير جدا اليوم من محافظة الإسكندرية يعني بخصوص هطول الثلوج على هذه المحافظة. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وللأسف ننشر التفاصيل. إصابة ضابط شرطة وشخص آخر بسبب اقتحام سيارة كمين شرطة بوسط الإسكندرية. أصيب ضابط شرطة وعامل مقهى بسبب اصطدام سيارة نصف نقل لم يمتثل سائقها لإيعازات الشرطة حاجزا أمنيا في منطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية مساء السبت الماضي. موقع قرار 24 ذكر أنه وبإجراء المعاينة اللازمة تبين أن الأجهزة الأمنية أعدت كمينا بتقاطع شارع في منطقة الإبراهيمية، وتم إيقاف أحد سائقي سيارات النصف نقل، وعند مطالبة الضابط بإبراز الرخصة اقتحم السائق الكمين محاولا الهرب وصدم الضابط. التحريات كشفت أن السائق وخلال محاولة هروبه من كمين الشرطة صدم عاملا بأحد المقاهي بمنطقة الإبراهيمية، كما تسبب في تحطيم 3 سيارات. أوضح الموقع المصري أنه تم بمساعدة الأهالي ضبط السائق ومرافق له كان معه في السيارة. والمصدر معنا كان من موقع القاهرة 24 المصري، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إن شاء الله نتمنى يعني الشفاء العاجل للضابط اللي أصيبه في عملية الاقتحام للكمين في الإبراهيمية في محافظة الإسكندرية. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومهم جدا معانا، وعاجل حقيقة تلاعب البنوك بأسعار الفائدة. ونفى وزير المالية المصري ما يثار أو يتم نشره حول التلاعب في أسعار الفائدة في البنوك المصرية. وأضاف وزير المالية المصري في قناة الحدث اليوم أن سعر الفايدة في مصر بيتم تحديده من خلال البنك المركزي فقط ولجنة السياسات النقدية في البنك المركزي. وأوضح أن أسعار الفايدة على الإيداع والإقراض بالبنوك ثابتة ولم تتغير. المصدر معانا كان من RT، يعني بكل بساطة ما نصدقش أي منشورات على الفيسبوك، ما نصدقش أي منشورات على الفيسبوك بتقول لحضرتك ان البنوك بتلعب في الفايدة اذا كان على القروض او الايداع. فما نصدقش اي حد بيقول لنا اي حاجة على الفيسبوك، وخصوصا لما ما يكونش معاه مصدر، اي حد صديق لحضرتك او مثلا منشور في الجروب على الفيسبوك ما نصدقش، لانه اعتقد بنسبة كبيرة او بنسبة يعني 90% او 95% بدون مصدر، وده بيبقى كاتب مثلا منشور من وحي خياله. اترك ليكم التعليق على هذا الخبر. واهم حاجة عندنا الوعي، اهم حاجة عندنا الوعي، ونبحث احنا بنفسنا ونروح للمصادر العالمية والرسمية اللي بتؤكد لنا اذا كان هذا الخبر صحيح ام كاذب عبارة عن اشاعات. اترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وعاجل ننشر تفاصيل انهيار الليرة التركية امام الجنيه المصري وكيف ستستفيد مصر. الخبير الاقتصادي المصري هاني ابو الفتوح علق في تصريح لصحيفة RT على اجراءات الرئيس التركي اردوغان الاقتصادي، وخصوصا في موضوع خفض الفايدة مع تراجع الليرة التركية. ابو الفتوح قال ان اردوغان يقود حربا مع الفائدة باعتبارها ربا تحرمه الشريعة الإسلامية، ويصر على تخفيضها والوصول بها إلى الصفر، فهو يؤمن أن القضاء على الفائدة يمنع اكتناز وحبس المال ما يؤدي إلى وقف دورانه ولا يخدم التنمية ويعطل عجلة الإنتاج، زعيما أن أسعار الفائدة المرتفعة تشعل التضخم.
وفي المقابل يرى المعارضون أن خفض الفائدة يؤدي إلى إضعاف الليرة وتحول المواطنين للاستثمار في الدولار أو العملات الدولية أو الأصول مثل الذهب. وأضاف الخبير الاقتصادي في معركة الفايدة: هيستغل أردوغان النزعة الدينية، إذ أن تركيا بين 5 اقتصادات بها ثلث أو أقل من البالغين ليس لديهم حسابات مصرفية، حيث أن 19% من البالغين ليس لديهم حساب بنكي لأسباب دينية تتعلق بحرمة الفايدة. وقال أنه يسعى الرئيس التركي الذي ينتمي إلى تيار الإسلام السياسي إلى اللعب على أوتار النزعة الدينية لدى المواطنين المتدينين في الدولة العلمانية بموجب الدستور للتحول إلى مجال التمويل الإسلامي وتطوير البنوك الإسلامية في تركيا وتحقيق حلم تحويل إسطنبول إلى مركز مالي إسلامي عالمي. وتابع أنه من المعلوم أن البنوك المركزية حول العالم يجب أن تتمتع باستقلالية لقيادة السياسة النقدية وحل الأزمات الاقتصادية مثل السيطرة على التضخم واستقرار العملة، استقرار العملة ده مهم جدا، وتنفيذ السياسات التي تدفع للحفاظ على معدلات نمو عالمية. ففي أوقات ارتفاع معدل التضخم تلجأ البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفايدة وليس خفضها كما يحدث في تركيا، لأن رفع الفايدة يساهم في زيادة جاذبية الليرة للاستثمار وزيادة الودائع ومعدلات الإدخار ومعدلات الإيداع، ما يؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار وحيازة النقد الأجنبي. لفت إلى أن النظريات الاقتصادية تشير إلى أن البنوك المركزية يجب أن تحافظ على أسعار الفايدة الأساسية أقل من معدل التضخم حتى لا تتآكل المدخرات بالعملة المحلية، ويندفع المودعون نحو التحويل إلى حيازة العملات الأجنبية ببيع العملة المحلية. وفي هذا الأمر ما يتبناه المركز التركي غير المستقل، يخالف القواعد المعمول بها، إذ ارتفع معدل التضخم إلى 21.5% في نوفمبر الماضي، بينما خفض المركزي مؤخرا سعر الفايدة الأساسي بنحو 100 نقطة أساس إلى 14% في الوقت الذي ترفع بعض البنوك المركزية أسعار الفايدة للحد من زيادة معدلات التضخم. وأوضح الخبير الاقتصادي أن تدخل الرئيس التركي لدى البنك المركزي بإجراء خفض أكثر حدة في أسعار الفايدة وهجومه على السياسة النقدية للبنك أدى إلى هبوط الليرة 46% هذا العام، مسجلة مستويات قياسية منخفضة. وعن إمكانية استفادة مصر من انهيار العملة التركية قال: هناك جوانب إيجابية وسلبية سوف تؤثر في الاقتصاد المصري بسبب انخفاض الليرة التركية، فمن الأرجح أن تستفيد مصر من زيادة الفارق في سعر الفايدة الحقيقي بين الجنيه والليرة، بيزيد شهية المستثمرين الأجانب نحو يعني توجههم للسوق المصري للاستثمار فيه. وتابع من ناحية أخرى: من المتوقع ارتفاع فاتورة الاستيراد من تركيا بالتزامن مع انخفاض الليرة التركية، وأن تشهد الأسواق المصرية تدفقا كبيرا للمنتجات التركية المسموح باستيرادها خلال الفترة القادمة، مع ارتفاع عجز الميزان التجاري المصري لصالح تركيا في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة معها، كما ستشتعل المنافسة بين الصادرات التركية والمصرية في الأسواق الخارجية مستفيدة بانخفاض الليرة. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وأشوفكم إن شاء الله فيديو جديد. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى يوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.